بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وعلى الحارث المحاسبي رحمه الله، عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، حتى يضع عليه ستره، فيقول: يا عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. ثم يقول: يا عبدي، أتعرف ذنب كذا وكذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. رواه مسلم. قال: وأما الكافر والمنافق، تكملة الحديث، قال: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. في الرواية الأخرى قال: بين عبد الله بن عمر يطوف بالبيت إذا عرضه رجل، عرض له أن، فقال: يا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فذكر مثله. قال سعيد: قال قتادة: فلم يحزن يومئذ أحد، فخفي حزنه على أحد من الخلائق. يعني سوف يظهر حزن كل أحد، فضح في هذا الموقف. وعن ابن مسعود أنه قال: ينشر الله عز وجل كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن، قلنا الكنف في الستر، ويبسط كفه لظهرها فيقول: يا ابن آدم، هذه حسنة قد عملتها في يوم كذا وكذا، قد قبلتها، وهذه خطيئة قد عملتها في يوم كذا وكذا، قد غفرتها لك. فيسجد فيقول الناس: طوبى لهذا العبد الصالح الذي لم يجد في صحيفته إلا حسنة، أو قال في كتابه إلا حسنة. وعن عبد الله بن حنظلة قال: إن الله عز وجل يوقف عبده يوم القيامة فيبدي حسناته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. يعني ظهر الصحيفة يبقى وجهها يكون فيه السيئات. قال: فيقول: نعم يا أي رب. فيقول: إني لن أفضحك به اليوم، وإني قد غفرت لك اليوم. فيقول عندها: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، حين نجا من فضيحة يوم القيامة. وأما الأمر الآخر فإما أن يقول لك: عبدي، أنا غضبان عليك، فعليك لعنتي، فلن أغفر لك عظيم ما أتيت، ولن أتقبل منك ما عملت. فيقول لك ذلك عند بعض ذنوبك العظيمة أتعرفها؟ فتقول: نعم وعزتك، فيغضب عليك، فيقول: وعزتي لا تذهب بها مني. فنادى الزبانية فيقول: خذوه. فما ظنك بالله عز وجل يقولها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله؟ فتوهم إن لم يعف عنك وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضب، خذوه. وأسند إليك الزبانية بغضاضتها وغلظ أكفها، مستنفرة بأزمة من النيران، غضابا لغضب الله عز وجل بالعنف عليك والغلظ والتشديد. فلم تشعر حين قالها إلا ومجسة غلظ أكفهم في قفاك وعنقك،
فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف، يتقربون إلى الله عز وجل بعذابك وهوانك، فتوهم نفسك مستجذبا ذليلا موقنا بالهلاك وأنت في أيديهم وهم ذاهبون بك إلى النار، مسودا وجهك وكتابك في شمالك تنادي بالويل والثبور، والملك آخذ بضبعيك ينادي هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا، لقد شهرك بالغضب والسخط عليك، ولقد تمت فضيحتك عند خلقه، فأخلف حسن ظن الظانين بك وحقق تهم المتهمين لك. لأن ما فيش واحد إلا وفي ناس بتمدحه تقول ده رجل كويس وتظن به خيرا حتى لو كان من أكثر الكفرة، هناك من يمدحه وهناك من يتهمه ويقول هو من الهالكين. فعند ذلك أخلف حسن الظن ظن الظنين وحقق تهم المتهمين. قال ولعله إن فعل ذلك بك فعله بتصنعك لطاعته عند عباده. يعني ربما يكون السبب في هذا الرياء أنك تظهر أنك مطيع تصنعا أمام الخلق. يقول ولعله إن فعل ذلك بك فعله بتصنعك لطاعته عند عباده، بطلب المنزلة عندهم، بسقوط المنزلة والجاه عنده. إن لما تطلب المنزلة عند الخلق ولا تعبأ بسقوط المنزلة عند الله فأنت يخشى عليك من هذا المصير. قال ففضحك عند من آثرته عليه في المعاملة، ورضيت بحمده على طاعة ربك عز وجل عوضا من حمده إياك تبارك وتعالى. حمده إياك تبارك وتعالى، اللي بيطلب الحمد من الناس ويرضى بذلك على طاعته ولا يطلب الحمد من الله ولا يطلب الثناء من الله والصلاة عليه من الله ولا يعبأ بالثواب من الله، إنما همه الناس، نعوذ بالله نعوذ بالله. قال فتوهم ذلك ثم توهمه واذكر هذا الخطر وكن مفكرا حذرا أي الأمرين يرتفع بك وأي الأمرين قد أعد لك. عن كعب قال إن الرجل ليؤمر به إلى النار فيبتدره مئة ألف ملك. إذا قال الله عز وجل خذوه فغلوه، يعني من وساوس الشيطان ليصرف عن الإنسان الفكر في هذا، يقول هذا ورد في الكفار وأما نحن فمسلمون، وأنا أتأكد أن هناك من أمر بهم إلى النار من أهل الإسلام، نعوذ بالله، عصاة الموحدين هناك من يدخل النار. وثم الخطر الأعظم أن يكون الإنسان ممن ختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، والمعاصي تجر بعضها والفتن مستمرة، وكل عام فيه أنواع من الفتن يزل فيها من زل، وربما يتكلم الإنسان فيها بالكفر والعياذ بالله، وهو كان قبل ذلك ممن يدعو إلى الله عز وجل، فضلا أن يكون ممن يعبد الله، بل هناك من كان في المنازل الأعلى ثم ختم له بخاتمة السوء. وتدبر بحال إبليس، فإنه كان ضمن الملائكة في عبادتهم، كان كواحد منهم ثم والعياذ بالله فتن وختمت له بخاتمة التعاسة والشقاء إلى يوم يلقى الله عز وجل، نعوذ بالله، حين أبى أن يسجد. ربما تجد أقوالا عجيبة تنسب إلى أناس ربما يتكلمون بكفر والعياذ بالله في مواطن الفتنة، وأنت لا تدري. الفتن كل يعني زمن هناك فتن فيها، نعوذ بالله. تدبر كذلك قول الله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثل من كان على خير وصلاح ثم أتته فتنة اجتاحت كل ما عنده على كبره وحاجته وفاقته، وفي وقت هو فيه أشد حاجة إلى أعماله الصالحة إذا هي حبطت.
أتاها إعصار فيه نار فاحترقت، فتنة أضاعت ما سلف من العمل الصالح. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا رغم أنه قل، لكن من أدراك أنك لست هذا القليل؟ نعوذ بالله. فإذا قيل خذوه فغلوه، خذوه هذه يبتدره الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وهم يبادرون إلى وضع الأغلال في العنق. القيد في اليد والله، والله لو كان من حديد فهو متعب غاية التعب، فما كان فما بال لو كان في العنق واليد والرجل، والعياذ بالله. إذا كان غل في العنق وقيد في الأيد والأرجل وسلاسل من نار. خذوه، حتى كلمة خذوه فقط هذه يعني هائلة، والعياذ بالله. قال عن كعب: إن الرجل ليؤمر به إلى النار فيبتدره 100,000 ملك. قال أبو عبد الله: وقد بلغني أنه إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل فطال وقوفه تقول الملائكة: ما لك من عبد عليك لعنة الله، أبكل هذا بارزت الله عز وجل وقد كنت تظهر في الدنيا علانية حسنة. قال: ولقد بلغني أيضا أنه إذا حوسب فوبخ لكثرة أعماله الخبيثة تقول الملائكة: ما لك من آدمي عليك لعنة الله، أبكل هذا بارزت الله عز وجل وقد كنت تظهر الحسن في الدنيا. قال: من تحبب إلى الناس بما لا يحب الله عز وجل وبارز الله عز وجل بما يكره لقي الله عز وجل وهو عليه ساخط وله ماقت كاره يمقته الله. من تحبب إلى الناس بما لا يحب الله، يعني يوافق الناس بالباطل ويعرف أنهم يريدون الكلام المنكر، مثلا يتخذ الكافرين أولياء علشان ينسترضى عليه فيوافقهم على ذلك، يتكلم أحيانا بالضلال المبين والعياذ بالله، يعرف أنهم يريدون أمرا معينا فيوافقهم يتقرب به إليهم ليرضوا عنه والعياذ بالله. وكم من متقرب إلى الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين بما يسخط الله عز وجل، نعوذ بالله. قال أبو عبد الله وهو يحدث: والله عز وجل ما أمسيت آسفا علي وعليكم، يعني ليس بحديث على صحبته على صحبة أحد، ومع ذلك الجسر بدقته وزلله وهوله وعظيم خطره قدامك، يعني مع هذا الموقف في الحساب هناك جسر جهنم. فتوهم ما حل من الوجل بفؤادك حين رفعت طرفك فنظرت إليه مضروبا على جهنم بدقته ودحوضه. كن دقيق أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجسر قال: دحض مزلة. دحض يعني تنزلق فيه الأقدام، مزلة تزل تضحض، يعني هو رفيع جدا وحاد جدا ومزلة وتضحض فيه الأقدام. مضروبا على جهنم بدقته ودحوضه، ده الواحد لو وقع على أرض الحمام بيبقى تعبان، نسأل الله العافية. فما بالك لو كان مثلا هيقع على من مكان عالي ماشي على حبل مثلا، ولا ماشي على حتة كده يقع في مية، تخيل بقى لو هيقع في نار. قال: وجهنم تخفق بأمواجها من تحته، فيا له من منظر ما أفظعه وأهوله، وقد علمت أنك راكب فوقه وإن منكم إلا واردها. ما من أحد ينجو إلا أن يمر على هذا الجسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. إذن الأنبياء يمرون على الجسر، النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه، فأنت مار عليه قطعا، لا بد أن تمر على النار. يا رب ارحمنا. وقد علمت أنك راكب فوقه وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته وتسمع قصيف أمواجها وجلبة ثورانها
من أسفلها، والملائكة تنادي ربنا من تريد أن تجيزه على هذا، وتنادي تنادي الرسل ربنا ربنا سلم سلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فبين أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نودي مروا الساهرة، فلم تشعر إلا وقد رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق لأن تبدل، ثم بدلت بأرض من فضة، فإذا الخلائق منثورون على أرض من فضة بيضاء. ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظاته، وقيل لا للخلق معك اركبوا الجسر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال في الظلمة دون الجسر. فالأرض تبدل إلى أرض أخرى بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد، بيضاء عفراء اللي هي اللون الأبيض غير الناصع البياض، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، ويكونون في ظلمة قبل الجسر توزع فيها الأنوار بعد ذلك. فتوهم خفقان فؤادك وفزعه وقد قيل لك اركب الجسر، فطار عقلك رعبا وفزعا، ثم رفعت أحد قدميك لتركبه فوجدت بباطن قدميك حدته ودقته، فطار قلبك فزعا، ثم ثنيت الأخرى فاستويت عليه راكبا وقد أثقلتك أوزارك وأنت حاملها على ظهرك، ثم صعدت إليه بطيران قلبك حتى بلغت ذروته والخلائق من بين يديك ومن ورائك. عرفا واحدا يعني زي صفا واحدة، فصعدت عليه بطيران قلبك يعني القلب خائف جدا شدة الخوف حتى بلغت ذروته، ثم انحدرت باضطرابه بك والخلائق يضطرب بهم خفقان جهنم تحته، فتهافت الناس من بين يديك ومن ورائك، فتوهم صعودك بضعفك عليه، وقد نظرت إلى الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفك، وقد تنكست هاماتهم رؤوسهم منكسة إلى أسفل وقعوا، وارتفعت الملائكة بريح الرجال وذوائب النساء من الموحدين، إذ الأغلال في أعناقهم وثارت إليهم النار بطلبتها، وفارت وشهقت على هاماتهم، وبادرت شرر النار إلى هاماتهم فتناولتها، ثم جذبت هاماتهم إلى جوفها وهم ينادون ويصرخون قد أيسوا من أنفسهم، وهم لاجتذاب النار لهاماتهم فيها ينحدرون وهم بالويل ينادون، وأنت تنظر إليهم مرعوبا خائفا أن تتبعهم فتزل قدمك فتهوي من الجسر وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلك، فتوهم ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك، وشفقة مخفف للمرور عليه، مخفف يعني تخفف أوزارك للمرور عليه، فإن أهوال القيامة إنما تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا يعني تفكروا بعقولهم في الدنيا، فعظم خطر النجاة عندهم، فتحملوا من ثقل همومها في الدنيا على قلوبهم وحرقة خوفها على ضرورتهم، فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم. يعني لما اهتموا في الدنيا صاروا مهمومين من خطر القيامة، خفف الله عنهم يوم القيامة. فألزم قلبك توهمها يعني التفكر فيها والخوف منها والغم بها، لأنه يخففها عليك بذلك ويهونها، لأنه آلى على نفسه ألا يجمع على أوليائه الخوف في الدنيا والآخرة. يعني من خاف في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن لم يخف في الدنيا أخافه يوم القيامة. فتوهم ممرك على الجسر
بشدة الخوف وضعف البدن، وإن يكن مغضوبا عليك غير معفي عنك، ولم تشعر إلا وقد زلت قدمك عن الصراط. فتوهم نفسك إن لم يعفو عنك أن زلت رجلك عن الصراط، فقلت في نفسك مع ذلك: ذهبت أبدا، هذا الذي كنت أحاذر وأخاف. وطار عقلك، ثم زلت الأخرى، فتنكست هامتك وارتفعت عن الصراط رجلاك، فلم تشعر إلا والكلوب الخطاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي جهنم كلاليب من نار تأخذ الناس بأعمالهم. فلم تشعر إلا والكلوب الخطاف قد دخل في جلدك ولحمك، فجذبت به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاها، فهي تجذبك وأنت تهوي من الجسر، وتنادي حين وجدت من نفعها: ويلي ويلي، وقد غلب على قلبك الندم والتأسف. ألا كنت أرضيت الله عز وجل فرضي عنك؟ ألا كنت أرضيت الله عز وجل فرضي عنك وأقلعت عما يكره قبل أن تموت فغفر لك، حتى إذا صرت في جوفها التحمت عليك بحريقها، وقلبك قد بلغ غاية حرقته ومضيضه، فتورمت في أول ما ألقيت فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، مسيرة جلد الكافر 3 أيام. وهذا يقع لوسط الموحدين، يعني السقوط في النار، وليس كل من دخل النار كافرا. قال: ونادى الله عز وجل النار وأنت مكبوب على وجهك تنادي بالويل والثبور، فناداها: هل امتلأت؟ فسمعت نداءه وسمعت إجابتها له، وتقول: هل من مزيد؟ يقول: هل من سعة؟ وأنت في قعرها تقول: هل من سعة؟ وأنت في قعرها وهي تتلهب في بدنك، لها قصيف في جسدك، ثم لم تلبث أن تقطر بدنك وتساقط لحمك وبقيت عظامك، ثم أطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه. فتوهم كبدك والنار تداخل فيها وأنت تنادي فلا ترحم، وتبكي وتعطي الندم إن رددت ألا تعود، فلا تقبل توبتك ولا يجاب نداؤك. فتوهم نفسك وقد طال فيها مكثك وألح العذاب، فبلغت غاية الكرب واشتد بك العطش، فذكرت الشراب في الدنيا ففزعت إلى الجحيم، فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك، فلما أخذته نشت كفك من تحته وتفسخت لحرارته وهيج حريقه، ثم قربته إلى فمك فشوى وجهك، كما قال الله عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال: ثم تجرعته فسلخ حلقك وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك، فناديت بالويل والثبور وذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته، ثم أقلعت الحريق فبادرت إلى حياض جهنم، إلى حياض الحميم لتبرد بها، كما تعودت في الدنيا الاغتسال والانغماس في الماء إذا اشتد عليك الحر، فلما اغتمست في الحميم تسلخ من قرنك إلى قدمك، فبادرت إلى النار رجاء أن تكون هي أهون عليك، ثم اشتد عليك حريق النار فرجعت إلى الحميم. قال: يطوفون بينها وبين حميم آن، من هنا لهنا، وأنت تطوف بينها وبين حميم آن، وهو الذي قد انتهى حره، وتطلب الروح الراحة فلا روح بين الحميم وبين النار،
تطلب الروح فلا روح أبدا. يا رب ارحمنا، اللهم نعوذ بك من النار. فلما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك المجهود ذكرت الجنان، فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك، أسفا على جوار الله عز وجل، حزنا على نعيم الجنة. ثم ذكرت شرابها وبرد مائها وطيب عيشها، فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك. ثم ذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو من أم أو من أخ وغيرهم من القرابة، فناديتهم بصوت محزون من قلب محترق، قلق يا أماه أو يا أبتاه أو يا أخاه أو يا خالاه أو يا عماه أو يا أختي شربة من ماء، فأجابوك بالخيبة، إن الله حرمهما على الكافرين. فأجابوك بالخيبة فتقطع قلبك حسرات بما خيبوا من أملك وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل، ففزعت إلى الله بالنداء بالمرجع والعتبى أن يردك إلى الدنيا، فمكث عنك دهرا طويلا لا يجيبك هوانا بك، وإن صوتك عنده ممقوت وجاهك عنده ساقط، ثم ناداك بالخيبة منه أن اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما سمعت نداءه بجلال كلامه بالتخسئة لك ابتداء، فمثلك لا يجاب، ومنخرك وفوك ملجومة بلجام، منخرك وفمك ملجوم بلجام النار، فبقي نفسك مترددا في جوفك لا مخرج له، فضاقت نفسك في صدرك، وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام ولا يخرج منك نفس. ثم أراد أن يزيدك إياسا وحسرة، فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فما ظنك إن لم يعفو عنك. اللهم اعفو عنا يا رب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعن والدينا وأهلينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اعف عنا يا رب العالمين. فما ظنك إن لم يعفو عنك، وقد سمعت رجوف بابها قد أغلق، فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم، فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل إنما أطبقها لئلا يخرج منها أحد أبدا. أعوذ بالله. فتقطعت قلوبهم إياسا، وانقطع الرجاء منها ألا فرج أبدا ولا مخرج منها ولا محيص لهم من عذاب الله عز وجل أبدا، خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت، في سورة كبش أملح، فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، وكلهم قد رآه، يقولون: نعم، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، وكلهم قد رآه، فيقولون: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. قال: خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم، ودوام حرق قلوبهم ومضيدها، فلا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا، أحزان لا تنقضي، وغموم لا تنفد، وسقم لا يبرأ، وقيود لا تحل، وأغلال لا تفك أبدا، وعطش لا يروون بعده أبدا،
وكرب لا يهدأ أبدا، نعوذ بالله، وجوع لا يشبعون بعده أبدا إلا بالزقوم ينشب في حلقهم، فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعاءهم، وحسرة فوت رضوان الله عز وجل في قلوبهم. يا رب فرج كربهم. يقول: وحسرة فوت رضوان الله عز وجل في قلوبهم، وكمد حرمان جوار الله عز وجل يتردد في صدورهم، لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم، ولا يغاثون عند تضرعهم، ولا تقبل توبتهم، ولا تقال عثرتهم. غضب الله عز وجل، غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدا، إذ أبغضهم ومقتهم، سقطت منزلتهم عنده، وهانوا عليه فأعرض عنهم. فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا، فنادوا من أهل الجنة الأقرباء، فقالوا جميعا: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، خرجنا من قبورنا عطاشا، ووقفنا بين يدي الله عطاشا، وأمر بنا إلى النار عطاشا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فأجابوهم بالتخسئة، فتراجع في قلوبهم الحسرة والندامة، تعود الحسرة تتكرر، فهم فيها يتقلقلون، لا ينفح وجوههم روح أبدا، ولا يذوقون منها بردا أبدا، ولا يطبقون جفونهم على غمض نوم أبدا، فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع. فمثل نفسك بهذا الوصف إن لم يعفو عنك، اللهم اعفو عنا يا رب. فلو رأيت المعذبين وقد أكلت النار لحومهم، ومحت محاسن وجوههم، واندرس تخطيطهم، فبقيت العظام مواصلة محترقة مسودة، وقد قلقوا واضطربوا في قيود أغلالهم، وهم ينادون بالويل والثبور، ويصرخون بالبكاء والعويل، إذن لذاب قلبك فزعا من سوء خلقهم، وتضاعفت من رائحة نتنهم، تضاعفت من رائحة نتنهم، ولما بقيت روحك في بدنك من شدة وهج أبدانهم وحرارة أنفاسهم، فكيف بك إن نظرت إلى نفسك فيها وأنت أحدهم، وقد زال من قلبك الأمل والرجاء، ولزمه القنوط والإياس، وعطفت على بدنك فتقحمت، دخلت في الحدقتين، فسمعت تفضيضهما انتقاما، وبدلا من نظرك إلى ما يحب، وبدلا من نظرك إلى ما لا يحب ولا يرضى، ودخلت النار في مسامعك، يعني عطفت على بدنك، يعني النار دخلت، فعطفت على بدنك فتقحمت في الحدقتين، فسمعت تفضيضهما، يعني الحدقة تفضضت، يعني احترقت انتقاما من الله. ودخلت النار في مسامعك فتسمع لها فيه قصيفا وجلبة، والتحفت عليك، فنفضت منك العظام ودويت اللحام، واطلعت إلى الجوف، فأكلت الكبد والأحشاء، فغلبت على قلبك الحسرات والندامة والتأسف، نعوذ بالله. فتوهم ذلك بعقل فارغ، وقد هاجت منه رحمة لضعفك، وارجع عما يكره مولاك، وترضى عسى أن يرضى عنك، ابحث عن رضاه، يعني اطلب رضاه، وأعذ به بعقلك، واستقله يقلك عثراتك، استقله، اطلب الإقالة، يعني اطلب التوبة، وابكي من خشيته عسى أن يرحمك ويقبل ضعف ويقيل عسى أن يرحمك ويقيل ضعيف، والموت منك قريب، والله عز وجل مع ذلك مطلع يراك، وناظر لا يخفى عليه منك سر ولا علانية، فاحذر نظره بالمقت والبغض والغضب والقلاء الكراهية، وأنت لا تشعر فرحا أو قرير العين،
يعني في هذه الدنيا. هناك من الناس من لا يفكر كثير الضحك وهو فرح ومسرور بالدنيا قرير العين بها ولا يدري أسخط الله عز وجل عنه أم رضي. نعوذ بالله من سخط الله. قل قولي هذا واستغفر الله.